8 مارس هو اليوم العالمي للمرأة العالمية، خصوصا المرأة المغربية اللي الآن في ظل هذه الحكومة أصبحت مضطهدة. أولا بالنسبة للمناصب السامية هناك عدة قليلة من النساء، مع العلم أن المرأة المغربية أبلت البلاء الحسن أولا في تربية أجيال المغرب اليوم، كذلك داخل المؤسسات العمومية المرأة تتصف أولا بالعمل دؤوب، تتصف بالصبر، بالمصداقية، بالشفافية. ولهذا هذه المسيرة هي رسالة إلى الحكومة من أجل أن ترفع الحصار على المرأة بصفة عامة، من أجل تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، لأن المرأة والرجل هما الذين يبنون مجتمع. إذا هذا المجتمع في حاجة إلى مرأة قوية، ولا يمكن أن نقبل هذه الحكومة إضعاف المرأة بكل حال من الأحوال، لأن المرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي كل شيء في حياتنا. والإسلام والله كرم المرأة. إذا هذه المناسبة هي رسالة للحكومة، وخصوصا لرئيس الحكومة الذي يشن حربا داخل المؤسسات العمومية كلما سنحت له الفرصة ذلك على المرأة المغربية. إذا المرأة المغربية تقول لابن كيرا اليوم قف عن تصريحاتك. مرحبا مرحبا.